السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية تربوية للجميع. إذا على بركة الله لدينا درس جديد في مكون النشاط العلمي تحت عنوان بعض خاصيات الحالة الصلبة رقم 2 صفحة 70. أهداف هذا الدرس أن أصنف مواد صلبة بحسب درجة صلابتها. إذا ودائما قبل البدء في هذا الدرس لابد أن نتذكر مع بعضنا البعض ما درسناه في الحصص أو في الحصة المنصرمة أو والاستخلاص الذي قمنا بكتابته. إذا بالنسبة للاستخلاص كتبنا الجسم الصلب المتراس له شكل خاص، والجسم الصلب غير متراس ليس له شكل خاص. إذا قلنا الجسم الصلب المتراس هو الجسم الذي يحافظ على شكله الخاص ك قطع السكر والهاتف أو الممحاة، والجسم الصلب غير متراس هو الذي لا يحافظ على شكله مثلا كالدقيق، إذا وضعناه في إناء يأخذ شكل الإناء الذي وضع فيه كالرمال كذلك والتربة أو أي مسحوق آخر. إذا على بركة الله الآن سنقوم بملاحظة وضعية الانطلاق. هنا ليلى ومصطفى يفكران في كيفية تغيير شكل أجسام معروضة أمامهما. إذا الآن سنطرح تساؤلا يساعدهما في التفكير في كيفية تغيير شكل هذه الأجسام معروضة أمامهما. إذا كيف يمكننا تغيير شكل هذه الأجسام؟ إذا في التساؤل سنكتب كيف يمكننا تغيير شكل هذه الأجسام. إذن في نظركم ما هي الفرضيات المحتملة والقريبة من الجواب؟ إذن سنطرح أولا مجموعة من الأسئلة. كيف يمكننا تغيير شكل الورقة؟ إذن يمكننا تغيير شكل الورقة بقصها أو تمزيقها. بالنسبة لقطعة الخشب يستعمل النجار المنشار لنشر الخشب، إذن يمكننا تغيير شكل قطعة الخشب بنشرها. بالنسبة لمسحوق القهوة لحبوب القهوة، إذا نستعمل المطحنة لسحق الحبوب، إذا يمكننا تغيير شكل حبوب القهوة بسحقها. بالنسبة لقطع الشوكولاتة كيف يمكننا تغيير شكلها؟ إذا يمكننا تغيير شكل قطع الشوكولاتة بتكسيرها، تكسيرها باليد. إذا هنا الفرضيات ربما بقصها أو تمزيقها بنشرها بسحقها وبتكسيرها. إذا الافتراض سنقوم بكتابته، هذه الفرضيات سنكتبها عن طريق وضع عوارض. إذا بالنسبة للافتراض قمنا بكتابة ربما بقصها بالنسبة للورقة، بنشرها بالنسبة لقطعة الخشب، بسحقها بالنسبة لقطع الحبوب، بتكسيرها بالنسبة لقطع الشوكولاتة.